خفيفة. لحظة لحظة على البنزين. انقر 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 مخلص كروس دخان جوا. وبقول لك انقر غير لك قطعة تحط لها شبكية للسيارة. لا بالمرة بعمل لها قسطرة يا اخوي. شو بتاعت صور متحركة؟ طلع الخارس صور متحركة يا زلمة. هدول اثنين بيجيبوا اولادهم بصوروهم الدكتورة خلود وانس واصالة بنقروا لهم 100,000 دينار وانت شاطر لي انقر وغير لها كت اوت يا زلمة. اموت واعرف شو الكت اوت يا زلمة. الاردن وفلسطين كلها مش عارفة شو الكت اوت تبعك. ولا صار تعلي صوتك على المعلم. ما انت كنت غير زيت ولا كنت غير زيت وانا اللي عملتك مساعد ميكانيكي قد الدنيا. بدي انقرك اكل وقطعك من كل المجموعه. ايه ادحل اتغلبش حالك. بدي انقر حالي سيف واروح وانت خليك انت وسيارتك ذاكو انقروا وسكر باب الكراج وراك الدنيا رمضان. بدي انقر لي علبه سردين في الجوره وراس بصل اخلي الزنخه توصل سحاب. اموت واعرف شو هو هالكت اوت وين بيجي. السيارات الجديده فيها كت اوت. 4 سنين اللي بدور. قوم بدي اياك قوم ننقر لنا نقرا. ايوه كالعاده يا ابو شحاده بدك توديني على الكراج. انقر وغير كتاوت انقر وغير كتاوت يا زلمه حل عني. الكراج كله بدي اروح وتركته لك. ولا مفخد ولا ابو فخاد ناسي انه كنت مفخد وسوينا لك عمليه. تقعدش تتفلسف. بدنا ننقر فيديو على اليوتيوب نسوي لنا 1,000-2,000 دولار زي عمتك انس واصاله وخالتك الدكتوره ماجده ولا شو اسمها تحت الكويت. يلا قوم. وجهك ضعفان صرت تتعاطى ولا؟ بتعاطى مقلوبه. اطلع برا تعاطى مقلوبة بتنكت. شو والله شكلها هذه ما هي دار. هاي ابني حدور هاي فلورس. يلا بدنا نسحسن على الدرج. احل حدور احل حبيبي احل 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 دربزي احل احل احل. شلون الدربزي مدبقوا حالته حاله يا بابا؟ طب هات اشوف احل احل انا. هاي هيني انا احل أحل. شو بسوي يا اخوي؟ شو أحل أحل؟ عفوا وشو دخلك؟ نوا 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 أحل أحل نوا أحل نوا هاي حدور حدور. احكي للفلورس والفانز احكي لهم حدور حبيبه لبابا بابا بابا حدور. احكي لهم يا حبيبي كم مرة عملت بيبي اليوم؟ 12 كالعادة. يلا احكي بابا 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 يا احكي يا زلمة. حل عني حل عني مشان الله يا زلمة حل عني. طب احكي لهم نكتة. احكي للجمهور حبيبه لبابا بابا ما احكي لهم. الله يا زلمة حل عني يا زلمة. انقرهم نكتة انقرهم نكتة. قول لهم كنت في عزاء مثلا رحت على عزاء وسألت واحد عزيت قال لي على السولار. يلا احكي يا حبيبي حبيبي سخن حليب. يا زلمة حل عني سخن. يا زلمة حل عني حل عني حل عني مشان الله يا زلمة اعتقني مشان الله يا زلمة. احكي نكتة. يا مفخد ناسي سوينا لك عملية. حول الله يا رب. جننتوا للولد. الدكتورة خلود وأنس وأصالة ما بدهم يجيبوا ولد بيجيبوا ولد صغير مش بغل قد ابنك. طب اسمعي منقدرش نجيب لنا ولد بثلاث أيام؟ ثلاث أيام؟ قال شي بده 9 شهور. صحيح خلاص أنا بدبر ولد من هالأسبوع. مش قصدي يعني إني أنا اللي يعني. اسمعي جبت لك تذكرة على الصين. هي حطيتها في المطبخ. جد؟ حلم حياتي اروح الصين. يا اخي راح يكون اخر حلم يا حبيبتي. يا ام لحالك في الطياره ايش باعي فيها؟ ايش غيرك في الطياره؟ لازم اسوي لي فيديو اكسر الدنيا اعمل هيت. شو اسوي اتصور وانا مش لابس؟ والله بدها. مين هذا؟ اقسم بالله العظيم ما هي دارنا هذه.